عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية الندوة الثانية تحت عنوان رقابة وشراكة بحضور نحو 300 مشارك يمثلون معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان. وتهدف هذه الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ورفع مستوى التعاون والتنسيق لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية. لتعزيز سبل وأوجه التعاون والشراكة بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات المشمولة برقابته وتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحسن إدارته، عقد الديوان الندوة الثانية بعنوان رقابة وشراكة بحضور نحو 300 مشارك يمثلون معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان، وذلك بالتزامن مع مرور 20 عاما على تأسيس الديوان كأحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. الفكرة الرئيسية أن احنا نتحدث عن أساليب الحديثة في الرقابة، نتكلم عن الشراكة في طريقة العمل. هذه الجهات هي الخط الأول للدفاع عن الأنظمة المالية وعن تطبيقها وعن استخدام أفضل الممارسات. إحنا دورنا يأتي معهم في اتباع أفضل الأنظمة، تأكد أن جميع الموظفين مدربين وفي أفضل الممارسات. الأنظمة المطبقة هي الأنظمة الحديثة، وبالتالي وجودنا معهم اليوم بعد مثل ما احنا نذكر لهم ما قاعد يحصل في العالم من تطوير في هذه المهمة، نسمع ملاحظاتهم، نسمع آرائهم. الديوان سوف يذهب للجهات الحكومية ليحقق هدف واحد، حماية المال العام وتحسين الحياة للمواطنين. الحفاظ على المال العام هو الهدف الأساسي لجميع الجهات، للحكومة وللسلطة التشريعية وللديوان. الديوان هو معين للسلطة التشريعية ومعين للحكومة. وتبحث هذه الندوة على مدار يومين أهمية ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في ظل هذا التحول وكيفية تعزيز التعاون والشراكة بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتحقيق التكامل المنشود. هدف الندوة بشكل أساسي هو مساعدة الجهات المشمولة بالرقابة، فتح قنوات تواصل معهم لمساعدتهم والشراكة معهم في أن تدير شؤونهم بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة. وجودنا كمسؤولين عن جهات حكومية في هذه الندوة يقربنا أكثر مع التعرف على إجراءات ديوان الرقابة وأهميته، وكذلك أعتقد أن الندوة اليوم جدا مهمة لأن طرح موضوع التغيير والنهج التغييري اللي سيتم انتهاجه من قبل ديوان الرقابة. وقد جاء تنظيم هذه الندوة بعد النجاح الذي حققته الندوة الأولى والتي عقدت مطلع العام 2020 والمخرجات الإيجابية التي نتجت عنها والاستفادة التي حققها المشاركون فيها لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لحماية المال العام. ندوة ستعزز من مفهوم الرقابة والتدقيق وكيفية تطوير العنصر البشري للتأكيد على مواصلة المملكة تكيفها مع كافة الظروف وتبني المهارات التكنولوجية التي ستلبي كافة التطلعات التي يقودها جلالة الملك المعظم لبناء حياة أفضل للمواطنين. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.